Biden, of course, the UNRWA will continue to. بالطبع الأنروا ستواصل تقوم بدورها تحت أي ظروف، ولكن بالنسبة لوضع العمليات العسكرية في رفح فإن مصر ليست هي فقط التي ترفض هذا، ولكن 6 مشاركين من الاتحاد الأوروبي وأيضا الولايات المتحدة الأمريكية، هناك توافق عام على مستوى المجتمع الدولي أنه غير مقبول أن يكون هناك أي عمليات عسكرية موجهة ضد رفح تحت الوضع الحالي مع وجود 1.4 مليون من المدنيين الفلسطينيين في منطقة صغيرة جدا، والعواقب الإنسانية والأرواح التي ستموت. سيكون الوضع كارثيا، بل سيتجاوز 30,000 الذين فقدوا أرواحهم في هذه الأزمة، والمسألة الحقيقة تعتبر شغل كبير، ولكن قراره قرار المجتمع الدولي. الدول التي رفضت حدوث هذا عليها أن توضح عواقب إن لم يهتموا بطلباتهم ولم يسمعوا عليها. لا ينبغي أن نعبر عن موقفنا ونتحدث بجمل إنشائية، ولكن ينبغي أن نؤكد أن هذا الموقف مرفوض، وما الذي سيحدث إذا رفضوا موقف هذه الدول. نحن لا نتحدث عن دول ليس لديها قدرة ما، ولكنها قوى عظمى في العالم. رفضوا بصورة موحدة أي شكل من أشكال عمل عسكري في رفح تحت الوضع الإنساني الحالي. إذا كل هذه الطلبات لم يتم الانتباه لها، إن المسؤولية المعنوية والسياسية ستقع تحت مسؤولية من اتخذوا هذا الموقف بصورة شفهية وخطابية دون قياس العواقب الناجمة عنه.